مرحبا بكم طلبة الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم، وهذه المحاضرة الرابعة ضمن القسم السادس من محاضرات اللغة العربية التمهيدية. وهذه المحاضرة مخصصة للمحادثة والاستماع، عنوان المحاضرة أحاديث متنوعة. المحادثة conversation. عنوان المحادثة الأولى: هل يمكنك مساعدتي؟ Could you help me؟ هل يمكنك مساعدتي؟ Could you help me؟ ماذا تريد؟ What do you need؟ لا يمكنني العثور على صفي على ما يبدو. I can't seem to find my class. في أي مبنى يوجد؟ What building is it in؟ إنه في المبنى C. It's in the C building. Oh, أنا أعرف أين هو بالضبط. Oh, I know exactly where that is. هل تخبرني أين هو رجاء؟ Do you tell me where it is, please? بالتأكيد. ما هو رقم الغرفة؟ Sure. What room number is it? رقم الغرفة 261. It's room number 261. لدي درس في نفس الطابق في الوقت الحاضر. I have a class in the same floor right now. هل أنت ذاهب إلى هناك؟ Are you going there? نعم، تعال معي وسوف أرشدك. Yes, I am. Come on and I'll show you. عنوان المحادثة الثانية: طقس، weather. ما هو حال الطقس؟ What's the weather like? لا أدري، لقد صحوت من النوم توًا. I don't know. I just woke up. لماذا لا تلقي نظرة على الخارج؟ Why don't you look outside? حسناً، يبدو أنها سوف تمطر. Okay. I think it's going to rain. كيف تعرف ذلك؟ How do you know that? السماء رمادية. The sky is gray. هل أمطرت الليلة الماضية؟ Was it raining last night? لا. No. كيف تعرف ذلك؟ How do you know? الشارع ليس مبللا. The street isn't wet. يجب أن أذهب للتسوق اليوم. I have to go shopping today. من الأفضل أن تأخذ معك مظلة. You'd better take an umbrella. عنوان المحادثة الثالثة: عند جهاز الصراف الآلي، at ATM. أنا ذاهب إلى البنك. I am going to the bank. ماذا تريد أن تفعل؟ What do you need to do? أريد أن أسحب بعض المال. I need to withdraw some money. وكيف تقوم بذلك؟ How are you going to do that? سأستخدم ATM. I'll just use the ATM. ما هذا؟ What's that? إنها جهاز آلة الصراف الآلي. It's the automatic teller machine. يزودك بالمال؟ It provides you with money. أنا فقط أدخل بطاقة المدينة الخاصة بي في الجهاز. I just insert my debit card into the machine. ويمنحك المال؟ And it gives you money. نعم، إنها تعطيني المال، لكنها أموالي الخاصة. Well, it gives me money, but it's my own money. Oh, ما فائدة هذا؟ اعتقد أنها تعطيك المال مجانا. Oh, what good is that? I thought it gives you free money. المحادثة الرابعة: المقابلة، an interview. قبل أن تذهب إلى تلك المقابلة، افحص نفسك. Before you go to the interview, check yourself. افحص ماذا؟ What's to check? هل أظافرك نظيفة؟ Are your nails clean? نعم، إنها نظيفة. Yes, they are. هل فحصت أنفك وأسنانك مرتين؟ Did you double check your nose and teeth? إنها نظيفة أيضا. They are clean too. هل قمت بكوي بدلتك؟ Did you iron your suit? بدلتي مكوات. My suit is ironed. هل يتطابق جواربك؟
Do your socks match? بالطبع يتطابقان. Of course, they match. كلا لا يتطابقان. أحدهما أسود والآخر أزرق. No, they don't. One is black and one is dark blue. لقد أمسكتني. شكرا. You got me. Thank you. المحادثة الخامسة والأخيرة. التصويت. The vote. لمن صوتت؟ Who did you vote for? أنا صوتت لمرشح الحزب الجديد. I voted for the new party candidate. أنا أيضا. Me too. سيكون رئيسا عظيما. He'll be a great president. الجميع يحبونه. Everyone likes him. إنه متحدث جيد. He is a good speaker. وهو ذكي حقا. And he is really smart. سيحل مشاكلنا. He will solve our problems. سينهي الحرب. He will end the war. السنوات الأربع المقبلة ستكون سنوات جيدة. The next 4 years will be good years. سأصوت له في المرة القادمة أيضا. I'll vote for him next time too. أعتقد أن الجميع سيفعلون ذلك. I think everyone will. والآن ننتقل أعزائي الطلبة إلى مهارة الاستماع. والمطلوب هو أن يستمع الطالب أو الطالبة إلى الأغنية الموجودة على الرابط التالي للمغنية المعروفة فيروز، ثم القيام بكتابة كلماتها وترجمتها إلى اللغة الإنجليزية. هنا على الجانب الأيمن هناك نص الأغنية باللغة العربية، وفي الجانب الأيسر ترجمة للنص إلى اللغة الإنجليزية. وسوف أقوم بقراءة المقطع أولا باللغة العربية ومن ثم أترجمه إلى اللغة الإنجليزية. اعطيني الناي وغني، فالغناء سر الوجود، وأنين الناي يبقى بعد أن يفنى الوجود. Give me the flute and sing, for singing is the secret of existence, and the sound of the flute remains after the end of existence. هل اتخذت الغاب مثلي منزلا دون القصور، فتتبعت السواقي وتسلقت الصخور؟ Have you, as I have, taken the jungle to be home instead of palaces? Have you followed the streams and climbed up the rocks? هل تحممت بعطر وتنشفت بنور، وشربت الفجر خمرا من كؤوس من أثير؟ Have you bathed in perfume and dried yourself in the light and drank the dawn as wine in goblets of ether? اعطيني الناي وغني، فالغناء سر الخلود، وأنين الناي يبقى بعد أن يفنى الوجود. Give me the flute and sing, for singing is the secret of immortality, and the sound of the flute remains after the end of existence. هل جلست العصر مثلي بين جفنات العنب، والعناقيد تدلت كثريات الذهب؟ Have you, as I have, spent the evening among the leaves of the grapevines, while the clusters of grapes dangled like chandlers of gold? هل فرشت العشب ليلا وتلحفت الفضاء زاهدا فيما سيأتي ناسيا ما قد مضى؟ Have you spread the grass at night and covered yourself with the sky to be ascetic in what will come, forgetting what has passed? اعطيني الناي وغني، فالغناء عدل القلوب، وأنين الناي يبقى بعد أن تفنى الذنوب. Give me the flute and sing, for singing is justice for the hearts, and the sound of the flute remains after all guilt dissipated. اعطيني الناي وغني، وانسى داء ودواء، إنما الناس سطور كتبت لكن بماء. Give me the flute and sing, and forget about ailments and medicines, for people are lines but inscribed on water.
طلبتي الأعزاء، وهكذا انتهت هذه المحاضرة، فحتى المحاضرة القادمة أتمنى لكم أجمل الأوقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.